والمنتخب واخبار المنتخب طبعا، وده بيهم الناس كلها، لانه يعني نامل المره دي في انه الفراعنه ياخدوا كاس افريقيا. الناس كلها مستنيه هذه البطوله، وكله كان بيتكلم عن ياسر ابراهيم وانضمام ياسر ابراهيم، وقد ايه يعني في النهايه لما بيبقى نصيبك في حاجه ربنا بيكرس كل حاجه حواليك ايا كانت الظروف علشان تدخل الموضوع ده، ايا كانت الظروف كانت عامله ازاي. وده ينطبق تماما على حاله ياسر ابراهيم في امم افريقيا. الحقيقه ان المنافسات خلاص يعني بدات، وكوت ديفوار يعني استقبلت المنتخبات، والدنيا خلاص يعني كل اللعيبه بتوصل. محمد صلاح وصل، النني، مصطفى محمد، تريزيجيه، يعني كل المحترفين تقريبا خلاص وصلوا، وكمان المحليين، وبيستعدوا للمشاركه في كاس الامم الافريقيه. عشان نعرف اخر الاستعدادات معانا على التليفون محمد عراقي الناقد الرياضي. مساء الخير عليك، ويعني لو تطلعنا كده على اخر الاستعدادات للمنتخب، وازاي شايف فرص المنتخب السنه دي؟ اهلا بيكي واهلا بكل مشاهدينك. يعني زي ما انت قلتي فعلا، اكيد كل الدعم طبعا لمنتخبنا الوطني قبل مشاركته المهمه في بطوله كاس امم افريقيا. الدعم واضح جدا وبشكل كبير من كل طبعا مؤسسات الدوله، لما نيجي نشوف الوزير اشرف صبحي طبعا، وقيادات الشركه المتحده واتحاد الكوره ورابطه الانديه، كلهم كانوا متواجدين النهارده في مران المنتخب. وكمان الحاجه اللي كانت فريده من نوعها ان النهارده كان حضور خاص للابطال الاولمبيين، ابطالنا الكبار كيشو، ادهم معتز، وساره سمير، واحمد الجندي، وسيف عيسى، وكريم كحله، وعلي فرج، ويوسف محمد، ابطالنا طبعا الكبار. يمكن الوزير اشرف صبحي حرص على اصطحابهم لمران المنتخب النهارده عشان يعزروا منتخبنا طبعا قبل مهمته المهمه في المشاركه في بطوله كاس امم افريقيا. كلنا عارفين طبعا ان المنتخب عنده مباراه وديه يوم الاحد قدام تنزانيا على ملعب استاد القاهره. بعد المباراه دي هيكون في يوم راحه، بعد كده هيتجمع تاني اللعيبه ويتوجهوا لكوت ديفوار على طول ان شاء الله للمشاركه في البطوله. يمكن المعسكر طبعا اللي بيقام دلوقتي في العاصمه الاداريه معسكر ناجح بكل المقاييس، مفخره مصر العاصمه الاداريه، ملعب طبعا هناك ملعب يسع 90,000 مشجع، كلنا شفناه وشفنا صور وفيديوهات، وما كناش متخيلين ان ممكن يكون عندنا فعلا ملعب بالفخامه وبالقوه ديت. يمكن كل اللعيبه المصريين وخاصه اللعيبه المحترفين اشادوا بالملعب واشادوا بارضيته واشادوا يعني اتكلموا ان الملعب ده مش موجود حتى في الدول الاوروبيه اللي هم متواجدين فيها. طبعا اكيد الظروف في كوت ديفوار مش هتكون سهله النهارده، لما بنتكلم في بلد حرارتها عاليه جدا. في كلام كمان هناك عن على الملعب نفسه وارضيه الملعب والكلام ده. احنا بنتكلم على ملعب العاصمه الاداريه، ملعب مصر في العاصمه الاداريه. لا انا بتكلم على كوت ديفوار اللي هم يتمرنوا فيه. حضرتك تقصدي كوت ديفوار؟ في كوت ديفوار بقى لا طبعا اكيد هنلاقي الدنيا عكس كده تماما يعني. يمكن احنا سالنا كنا بنتواصل مع مسؤولين اتحاد الكوره، وهم سافروا بدل المره مرتين هناك عشان يشيكوا طبعا على فندق الاقامه والملاعب وكل الاستعدادات هناك. يمكن درجه الحراره هناك درجه حراره مرتفعه، رطوبه عاليه، المواصلات هناك صعبه وفي زحام شديد، رحله السفر بطياره خاصه طبعا هتكون 8 ساعات. ولكن يمكن يعني على قد ما قدروا يعني قدر الجهاز الاداري للمنتخب الوطني ان هو يوفر كل السبل الراحه للعيبه، وبعتوا طبعا الاكل والشرب خلال الايام اللي فاتت للمنتخب اللي هيستخدموها اثناء فتره التواجد هناك. طبعا اكيد هيتم الاعتماد على الاغذيه اللي هيجيبوها من هنا. انت عارفه طبعا اكيد الحاجه هناك ممكن ما تبقاش يعني النظافه مثلا مش بأعلى مستوى بأعلى شكل، فبالتالي احنا هنكون حريصين ان احنا اكلنا وشربنا نبقى واخدينه من هنا. ده اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت. محمد صلاح كمان تواجد، يمكن هو كان اللعيب الوحيد اللي كان متواجد. محمد صلاح شفناه في تواجد النهارده في المران وشارك لاول مره، ويعني ظهر على صلاح طبعا الفرح الشديد طبعا بعد مشاركته الجيده جدا في الدوري الانجليزي والمباراه الاخيره قدام نيوكاسل. راجع متربع يعني على الدوري. معنويات عاليه جدا لمحمد صلاح ولاعبتنا النهارده في التمرين. محمد صلاح كمان يعني كان ليه حوار مع وزير الشباب والرياضه، وحوار مع رئيس اتحاد الكوره، وحوار كمان مع ابطال مصر في الالعاب الاولمبيه، واكد ان هو بيتشرف بيهم وان هم دايما بيشرفونا في الالعاب ديت، ووعدهم ان شاء الله باذن الله منتخبنا يقدر يعمل حاجه في بطوله كاس امم افريقيا. متفائل بمين يا محمد في البطوله دي؟ مين النجوم اللي انت حاسس ان هم هيصنعوا الفارق، سواء ناس اصلا انت متخيل ان هم كده كده احنا بنبقى معتمدين عليهم، او نجوم جديده هتلمع اكتر في بطوله افريقيا دي؟
والله يعني الحمد لله في الفترة الأخيرة يمكن منتخبنا ما بقاش منتخب اللاعب الواحد، يعني احنا بقالنا فترات كبيرة طبعا نجمنا محمد صلاح يعني حاجة لا تقلل مننا خالص ان احنا نعتمد عليه، لان هو لاعب فعلا لاعب كبير ولاعب أسطوري لا يقل عن أي لاعب في العالم، ولكن كان زيادة الاعتماد عليه كانت عاملة مشكلة لصلاح وعاملة مشكلة لمنتخبنا في الفترات اللي فاتت مع بعض المدربين. ولكن مستر فيتوريا من ساعه ما جه والراجل بيعتمد على كل اللاعبين، طريقه لعبنا ما بقتش تعتمد على متفائل بمدرسه روي فيتوريا مع اللعيبه مع المنتخب. متفائل بمدرسه روي فيتوريا مع المنتخب في افريقيا؟ طبعا الراجل بصراحه عامل نجاحات كبيره من ساعه ما جه، مركز جدا في شغله، راجل مدرب عنده توازن كبير بين اللعب الهجومي واللعب الدفاعي، نتائجنا معاه الحمد لله لحد دلوقتي نتائج جيده جدا جدا، يكفي ان هو ما خسرش ولا مباراه رسميه لحد دلوقتي. اختياراته اختيارات مقنعه جدا، يمكن سمعتك بتتكلمي على ياسر ابراهيم، يمكن دايما الاختيارات دي حاجه تخص المدير الفني. هو فعلا كان مختار لعيبه ثانيه، يمكن ياسر ابراهيم بالتحديد الناس كانت شايفه كمان هو بتقول لك ليه ما خدش حسين الشحات وهو كان متالق، يعني كان في كلام كتير عن الاختيارات. ما هو حسين الشحات لما نيجي نبص لحسين الشحات طبعا هو نجم كبير ويستحق الانضمام للمنتخب، ولكن لو جينا بصينا لمكان حسين الشحات مين اللي بيلعب فيه؟ اللي بيلعب في مكان حسين الشحات محمد صلاح ومصطفى فتحي، وهم اثنين نجوم كبار جدا جدا ما حدش يقدر يقلل منهم، وما حدش يقدر يقول ان دول يبقوا بره وهو وجوه او العكس. دي تبقى بقى اختيارات المدير الفني، هو اكتر واحد عارف هو عايز يستخدم مين وفين وعايز يلعب بطريقه ايه. دايما الطريقه والفكر دي حاجه تخص المدير الفني، دايما هو اختياراته للعناصر بيختار العناصر اللي بتترجم له فكره ده داخل الملعب. ولكن كلنا ثقه في 27 لعيب اللي تم اختيارهم، هم 27 لعيب قوار جدا جدا، اعتقد ان معظم الخيارات الاختيارات ما فيهاش اي مشكله، ممكن نختلف في لاعب او اثنين، دي حاجه منطقيه جدا، كلنا بنختلف والاختلاف في الراي ده حاجه طبيعيه جدا، ولكن في الاخر اللي هيحاسب هو فيتوريا، اللي هيتحاسب على النتائج واللي هيتحاسب على النجاحات او الفشل هو فيتوريا. فبالتالي كلنا لا احنا عايزين نحاسب على النجاحات بس، احنا متفائلين وعايزين ننبسط وعايزين افريقيا وعايزين البطوله، والحقيقه انه السنه دي على وجه التحديد انا شايفه انه معظم الاراء كده يا محمد الناس متفائله. طبعا احنا متفائلين طول الوقت، لما متفائلين مع ان التطورات اللي حصلت في كل المنتخبات الثانيه برضه مش سهله، منتخب فيه محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه والنني، فطبيعي جدا ان احنا نكون متفائلين. ان شاء الله خير ويا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. انا بشكرك شكرا جزيلا محمد عراقي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على وجودك معانا، وطبعا نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني وكلنا ورا المنتخب في كل مكان، وان شاء الله افريقيا تكون يعني بطوله مصريه ان شاء الله باذن الله ونستمتع كلنا بيها.